بلدية نابلس مركز الطفل الثقافي، استمراراً لجهود مركز الطفل الثقافي وأدائه لدوره المجتمعي على أكمل وجه، وحرصاً منه على توفير مناخ تربوي ثقافي للأطفال، فإنه ليسعدنا أن نعلن عن فتح باب التسجيل للعضوية السنوية في المركز وأنشطته المختلفة، والتي تتضمن دورات متخصصة وورش عامة في المجالات التالية: دورات تعليم الموسيقى، بيانو، عود، أورج، كمان، جيتار، إيقاع، دورات الحاسوب، تصميم مواقع إنترنت، فوتوشوب، دورات في الرسم، الرسم بالزيت، الألوان المائية، الفحم، الأكريليت، دورات في الفن والأشغال اليدوية، أفق فنية نحو الاحتراف، فن التعتيق، الترميم والتجديد، الفسيفساء، دورات محادثة باللغة الإنجليزية، دورات في الخط العربي، برنامج مكتبة الطفل وحملة التشجيع على القراءة، برامج المسرح، عروض سينمائية ووثائقية ومحاضرات ثقافية وفرق مسرحية وفنية، الفرق الغنائية والدبكة الشعبية، برامج الزيارات الميدانية. ملاحظة: يبدأ التسجيل من تاريخ الإعلان 28/5/2012. يستقبل المركز الأطفال الأعضاء من تاريخ 5/6/2012. انتهاء باب التسجيل للدورات سوف يغلق في حال استكمال الأعداد التي يمكن استيعابها في المركز، لذا سارعوا في تسجيل أشبالكم وزهراتكم من الفئات العمرية من سن 6 إلى 15 سنة يوميا وخلال ساعات الدوام الرسمي في المركز. للاستفسار: مركز الطفل الثقافي، شارع شويترة، مقابل مكتبة بلدية نابلس، تليفاكس 2397140. يا هذا الشعب، يا هذا اللص، أنت تناضل، أنت إذا